السلام عليكم. اليوم شويه ديال الفاسيه ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد الحلوه اللي غادي تكون مميزه ان شاء الله اللي غادي نحتاجوا ليها في المقادير. عندنا هنايا هذه تكون هذه الحلوه هذه ديال كاوكاو. عندي هنايا تقريبا كاوكاو هذا القياس ديال 500 غرام. انا غادي نعطيكم العبار ديال 500 غرام، وكذلك بغيتو تنقصوا الكميه غادي تنقصوا الكميه. بالنسبه عندي نص كيلو اللي كي اما يكون بالقشور ولا ما يكونش بالقشور. انا عندي كان بالقشور، درتو في الفران تحمر وطحنتو، ماشي تحمر غير باش ينشف. وهنايا ولا كان عندكم بالقشره حتى هو كذلك كيدخل الفران وكتزولوا بالقشره وكطحنوه. عندي هنا نص كيلو ديال الكاوكاو. عندي هنا 200 مليلتر ديال الزيت العاديه الروميه، كذلك عندي هنايا واحد 100 غرام ديال السكر سنيده، وعندي 100 غرام ديال الزبده اللي غادي تكون ممتازه ديال الدهن، ماشي ديال اللي ستكون مزيانه، ماشي ديال المانغاري. وكذلك عندي هنايا اللي غادي نحتاجو بالنسبه للخميره، غادي ناخذ واحد الرز المعلقه اللي غادي يكون ديال الخميره، ما غاديش نكثروا بزاف، تقريبا نص معلقه صغيره وصافي. غادي نديروا واحد الرشه ديال الملح اللي غادي نضيفوها، معليش دابا واخا نضيفوها دابا رشه ملح صافي. بالنسبه غادي نبداو الطريقه ونبداو على بركه الله. هنايا بالنسبه للتزيين، التزيين اللي غادي يكون لهاد الحلوه هادي ديال الهلال اللي غادي تكون بهذه القطعه هادي، هذا المرشم هذا اللي كتشوفوه. عندنا هنايا 200 غرام ديال السكر كلاصي الممتاز، يعني كلاصي راه معروف السكر السقي. هنايا عندنا بياض بيضه وحده اللي غادي نخلطهم مع هادو باش كنحصلوا على واحد الكريمه اللي غادي تشوفوها ان شاء الله. دابا غادي نكونوا حنايا دائما غادي نسخنوا الفران على درجه الحراره 175. غادي نضيفوا هاد الكاوكاو، غادي نضيفوا عليه السكر سنيده، وكذلك غادي نضيف الزبده، هنا ما تقتلكمش الطحين لان الطحين غادي نجمعوا به هاد الكميه هذه كامله. غادي نضيف كذلك الزيت، هنا غادي نجمع بيدي ولا تسمعكم مزيان داك الزيت من الزبده باش كلشي كيجي وكاوكاو كيكون شي شويه داكشي وحدين كيكونوا مطحونين بزاف وما كيتحلوش. صافي دابا غادي ناخذ الخميره الكيماويه اللي غادي نضيفوا منها، كي قلت لكم واحد شويه كاين اللي كيضيف لها هاد الحلوه ليها الخميره، كاين اللي ما كيضيفها لهاش باش ما تنفخش لينا. هنا غادي ناخذ الدقيق، الدقيق اللي غادي عيننا ميزاننا باش اللي يجمع لنا هاد العجينه هادي، ما تكونش قاصحه ما تكونش خفيفه. انا غادي نوريكم القياس اللي غادي يدخل. غادي نزيد واحد شويه، كيف كتعرفوا ان الحلوه ما خصهاش تجي قاصحه في الطحين، دائما كتجي رخوه يعني رطبه. صافي هذاك الدقيق اللي زدت لها كافيها، ها نتوما شفتوها هكا دائما.
صافي هانتوما العقده كيف كتحسوا بها هكا. هنا غادي ناخذ هذاك السكر كلاصي غادي نضيف عليه ديك البيضه ماشي كامله يعني صافي بياض البيض وغادي نقبطو نبداو نحركو. ندير شي جبانه تكون واسعه اكثر هانتوما ديك البياض بيضه جبان ليا داك السكر كلاصي كتجينا هكا جاتكم قاصحه على حسب الحجم ديال البيضه جاتكم خفيفه زيدوا السكر باش ما تقبط لكم باش تجيكم هانتوما بحال هذا الشكل صافي. دابا غادي ان شاء الله نبداو غادي نوجد البلاطو غادي نوجد الكاريت ديال الفران اللي غادي نقطع عليه ونلتحق بكم. هنا فرقت الكاريت درته هنايا غادي ناخذ واحد الكميه كي قلت لكم اللي بغى يدير غير نص فيها يقدر يدير النص. وغادي نقلبو بالكبير انا راني ماشي كنطول عليكم الفيديو كنوريكم التقنيات اللي تمكن تساعدكم في الخدمه ديالكم باختصار. صافي دابا غادي ناخذو المرشم اللي غادي اولي دا غادي نجيبو باش نسكين باش نهزو بحال هاد الشكل كيف كتشوفو وغادي نزلوها في البلاطو ونبقاو غاديين على هاد الشكل وحنا كنهزو غير شي شويه خصها شي اتساع الخاطر وراه كتجي رائعه وكتجي هشيشه. انا غادي نكملها تنساليها ومن بعد نرجع لكم. هنايا هانتوما وجدت البلاطو كيجي كله هكذا ومازال الكميه راها مازال وفيره ماشي غير هادشي. دابا هنايا هذيك الخليط ديال البيض والسكر كلاصي هاني درته هنايا غادي نقف هذا اللي هذا غادي نقطع له هذا الراس هذا ديالو وغادي نقبض نحاول انني نشوف واش دابا غادي نقبض نبداو من الجناب غادي نقبطو بحال اللي غادي نديرو نرشموه حاولوا انكم ديروا ثقبه شي شويه واسعه
غادي نكمل نقددوها، وحاولوا حتى تكملوها عاد قد تتكملوها وقدوها عاد سيروا للثانيه باش ما يقصح لكمش هذا السكر، يبقى قابط الفورمه ديالو. هانتوما لهذا الشكل هكا. غادي نزيد نحاول انني نوسع باش يسربيني. المهم انا غادي نستمر عليه بحال هذه الطريقه هذه حتى نكملهم كاملين، وغادي ندفعهم للفران ان شاء الله اللي غادي يطيبوا من التحت في الاول، وغادي يقبطوا راسهم، ومن بعد غادي ديروا لهم على الاقل واحد 7 ديال الدقائق من الفوق من التحت، ومن بعد غادي تشعلوه ديروا فوق منه يعني طفيو لتحتاني، وغادي تشعلوه من الفوق منه باش يبسلنا هذاك الخليط ديال البيض مع السكر. دابا انا كي قلت لكم غادي نبقى مستمره هكذا كنصوب هذا، يعني خصو الوقت، وغادي نكملوه ان شاء الله، ومن بعد ديك الساعات غادي نتلاقاو من بعد ما غادي يخرج من الفران. صافي هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا، كتجي على هذا القياس هذا، كتجي نتوما على حسب اللي بغيتو ترققوها ولا بغيتو تغلضوها. عندي بالنسبه لهنا لتحت كاينين الرقاق، ومن الفوق درت بلاطو اللي كلشي شويه سميك يعني غليظ، وانتم على حسب اللي بغيتو. دخلتها الفران تقريبا من الداخل من التحت طابت تحمرات واحد قلت لكم 6 دقائق حتى لسبعة، من بعد طفيت عليها من التحت ودلت لها الفوقاني، يعني ما كاملش شي 2 دقائق ولا 3 صافي كتزولوها. كنتمنى ان الوصفه تعجبكم ان شاء الله وتجربوها، وشكرا لكم على المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.